نشرت وزارة الداخلية الحملة الأمنية الأوسع للتوعية والضبط الشرطي التي تستهدف كل المخالفين والخارجين عن النظام والقانون. التوعية والضبط الشرطي عناوين حملة أمنية دشنها وزير الداخلية اللواء الركن محمد عبد الله القوسي، هدفت إلى توعية منتسبي الجهاز الأمني بأهمية هذه الحملة وما ستجنيه من إيجابيات على الوطن والمواطن من خلال إلزام المواطنين بحمل هوياتهم وترقيم سياراتهم، والذي انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة مرور السيارات دون أرقام والذي استغلت من قبل البعض. ندشن هذه الحملات بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله رب العالمين، أملنا كبير في تعاون كافة شرائح المجتمع مع رجال الأمن لخدمتهم. سنظل خداما حراسا لأبناء وطن الحبيب. دشن هذه الحملة في يوم الشهيد شهداء الوطن، نتذكر شهداءنا ونذكرهم بأن نحن جميعا صامتون ثابتون مستمرين في أداء واجباتنا. لن تضبطنا أو ترهبنا أي قوى عدوانية. كل هذا العمل من أجل شهداء الوطن ضد العدوان ومرتزقته. اللواء القوسي حث الأجهزة الأمنية على خدمة المواطنين وعدم ابتزازهم أو استغلال هذه الحملة في غير هدفها الذي عنيت لأجله في ضبط المخالفين من مالكي السيارات أو الدراجات النارية. احنا ما أضفناش أي رسوم، موارد مشروعة لتسديد المرتبات، هذا جزء من سياسة حكومة الإنقاذ، السعي إلى جلب الموارد المشروعة، ما فيش هناك أي رسوم غير مشروعة. الدراجات تلاحظوا أيضا بدون أرقام، السيارات بدون أرقام، مخالفات، وتحملون مسؤوليات الضبط. ما نقدرش رجل الأمن مهما كانت إمكاناتنا، لو منحنا مليون فرد من جهاز الشرطة مثلا في أمانة العاصمة ومليون طقم، ما نستطيعش نؤدي واجباتنا والبيانات غير مكتملة في خطوط السير أو بحوزة السائقين أو المواطنين. محاضرة ألقيت من قبل أكاديميين في الشرطة عنيت بتوعية رجال الأمن بأهداف الحملة الأمنية وأثرها الإيجابي على الوطن والمواطن وأهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية وعقال الحارات في أحياء أمانة العاصمة، والتي ستشمل المحافظات كافة في مراحلها اللاحقة التي قسمت إلى 3 مراحل: مرحلة توعية رجل الأمن، ومن ثم توعية المواطن، وأخيرا مرحلة الضبط والاحتكام للقانون. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.